بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: وفضائله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، التي امتاز بها على غيره من الأنبياء والمرسلين ومن سائر الخلق عليه الصلاة والسلام. وفضائل أمته على سائر الأمم كثيرة، الكرة في القرآن والسنة. نعم. وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه. منذ بعثه الله وأرسله إلى الناس جعله فارقا بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فرق الله به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرشد والغي، بما أنزل الله عليه من الكتاب والسنة، وبما أعطاه الله من القدرة على البيان والإيضاح، ومما أعطاه الله من النصح والأمانة. فهو صلى الله عليه وسلم فرق الله به بين الحق والباطل. نعم. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. لا يكون وليا لله إلا من آمن به، أي بالرسول صلى الله عليه وسلم، باطنا وظاهرا. فلا يكفي أنه يؤمن به في الظاهر كالمنافقين الذين قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك من آمن به في الباطن ولم يقر له بالرسالة، ذلك كالمشركين واليهود والنصارى الذين يعرفون أنه رسول الله لكن منعهم الكبر والحسد والحمية الجاهلية على الإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. وقال في اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فلا يكون مؤمنا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من آمن به ظاهرا وباطنا. نعم. ومن ادعى محبة الله وولايته ومن ادعى محبة الله وولايته ولايته بالفتح الواو، فرقا بينه وبين الولاية اللي هي الإمارة. نعم. ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. من ادعى محبة الله وولاية الله، أنه ولي لله وهو لا يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كاذب. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالله جل وعلا جعل علامة الصدق على محبة الله اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فإنه لا يحب الله وإن ادعى ذلك. اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوا هذه الدعوة لكنهم لم يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم،
فهم أعداء الله، من لم يؤمن بهذا الرسول فهو عدو لله لا يحب الله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. من اليهود والنصارى وغيرهم من الصوفية والقبورية وغيرهم يدعون محبة الله ومحبة رسوله، لكنهم لا يطيعون الله ورسوله، فدعواهم كاذبة، دعواهم كاذبة. قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اتبعوني يحببكم الله، فمن اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه، ومن لم يتبع هذا الرسول فإن الله يبغضه وهو عدو لله عز وجل، وإن كان يدعي أنه ولي لله. هذه علامة محبة الله، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ثمراتها: يغفر لكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه ثمرتها، أن الله يغفر لمن أطاع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد بين الله فيها، فذكر علامتها وهو الاتباع، وذكر ثمرتها وهي أن الله يحبه ويغفر له ذنوب. ذكر شيئين من ثمراتها: نيل محبة الله ومغفرة ذنوبه. نعم. وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه. نعم، في هذه الآية واضح. نعم. ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. نعم. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله. كثير يدعون أنهم أولياء الله دعوة، ويزعمون ذلك لأنفسهم أو لغيرهم ممن يقولون هؤلاء أولياء الله، لكن عند التطبيق لأعمالهم تجد أنهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يطيعونه، وإنما يتبعون غيره ويطيعون غيره من قادتهم وأئمتهم ودعاتهم، فهؤلاء كذبة في دعواهم محبة الله جل وعلا، وكذبة في دعواهم أنهم أولياء الله. نعم. خذ هذه الآية دائما معك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه هي المقياس: اتبعوني. نعم. قال: ولا يكونون من أولياء الله. فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. وقالت اليهود والنصارى: نحن أولياء، نحن أبناء الله، أبناء الله وأحباؤه. أبناؤه أي أننا مفتقرون إليه وفقراء إليه، ليس معناه البنوة النسبية، إنما عندهم أن الله هو الأب وأنهم أبناؤه، يعني أنهم الفقراء إليه وعباده المخلصون. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم أحبابه ما عذبكم بذنوب، بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم كغيركم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. قال تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذا الرد عليهم. نعم. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، زعموا أنه لا يهتدي إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، فمعنى هذا أن هذه الأمة ليست مهتدية وأنها كافرة، لأنها ليست يهودية ولا نصرانية. ثم قالوا أيضا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. احتجزوا الجنة، حتى
احتجزوها لأنفسهم ولا يدخلها إلا من كان منهم. قال الله جل وعلا ردا عليهم: قل هاتوا برهانكم. الدليل الذي يدل على هذه المقالة: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في دعواكم أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، لأن من ادعى شيئا فلا بد أن يقيم الدليل عليه، مجرد الدعوة لا تقبل إلا بدليل. ولهذا قال: هاتوا برهانكم، فيطلب الدليل من النافي كما أنه يطلب من المثبت. يطلب الدليل من النافي، أنه قالوا لن يدخل، هذا نفي، لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، كما أن من أثبت شيئا فلا بد أن يقيم الدليل عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، أي بلى يدخل الجنة، يدخل الجنة غير اليهود والنصارى، من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله، أخلص عبادته لله من الشرك وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه شروط العمل، قبول العمل، شروط قبول العمل: الإخلاص لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت. نعم، كان أهل مكة يفتخرون على غيرهم بأنهم سكان مكة، سكان الحرم، وأنهم سدنة البيت، وأنهم يخدمون البيت ويبنونه، تكبروا به على الناس، وظنوا أن هذا يكفيهم عند الله عز وجل، ظنوا أن هذا يكفيهم عند الله عز وجل. الله جل وعلا قال: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأولياء البيت هم المتقون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. هذه الفوارق بين، فمجرد أنهم يخدمون البيت أو يبنونه أو يخدمون الحجاج ويسقون الحجاج، هذا كله لا يكون لهم ميزة به على الناس. نعم. وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني يقولون: لو ما اتبعنا الرسول، لو ما اتبعنا محمدا، يكفينا أننا عمار البيت والقائمون على شؤونه. مستكبرين به، أي بالبيت، سامرا يسمرون بالليل في نواديهم، يتمدحون بذلك على الناس. تهجرون، أي تقولون القول الهجر والقول القبيح. سامرا تهجرون، يعني سمركم بالليل كله بالكلام الهجر والكلام الفاحش البذيء. هذا رد عليهم. نعم. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، إلى قوله سبحانه: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. اجتمعوا في دار الندوة التي يجتمع فيها خبراءهم وأصحاب الرأي منهم، ماذا يفعلون بمحمد الذي سب آلهتهم وسفه أحلامهم؟ وأيضا لما هاجر أصحابه إلى المدينة خافوا أن يلحق بهم فيتكون له قوة فيغزوهم ويسيطر عليهم،
أرادوا منعه من الهجرة واللحاق بأصحابه، فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون ماذا يفعلون به. قال بعضهم يحبس ليثبتوه، والإثبات معناه الحبس، يحبس حتى يموت كما مات غيره من الشعراء، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ننتظر لما يموت، يحبس ويترك في الحبس لما يموت علشان ما يهاجر يروح لأصحابه، أو يقتلوك ينهون حياتك ويستريحون منك، أو يخرجوك يطردوك من مكة حتى لا تفسد عليهم أمرهم، يطردوك من مكة ومن الحرم حتى لا تفسد عليهم أمرهم. جاءهم الشيطان في صورة إنسان وقال لهم اجمعوا جماعة من الفتيان من كل قبيلة فتى قوي، وأعطوهم الرماح، فإذا خرج محمد فإنهم يطعنونه طعنة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر قريش على أخذ القبائل كلها. فقالوا هذا هو الرأي، فجاءوا بالفتيان ومعهم السلاح ويترصدون لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أخرجه من بينهم وهم لا يشعرون، وترك عليا رضي الله عنه على فراشه ينظرون إليه يظنون أنه الرسول، وخرج من بينهم لا يشعرون به، أخرجه الله من بينهم وذر التراب على رؤوسهم. ثم خرج إلى أبي بكر رضي الله عنه، وخرج الاثنان إلى غار ثور اختفيا فيه حتى انقطع عنهم الطلب، ثم ذهب إلى المدينة بسلامة وأمان من الله سبحانه وتعالى حتى وصلوها ولحق بأصحابه. قال جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكر الله لرسوله فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون بطريقة عجيبة، بطريقة عجيبة، والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إلى قوله تعالى وهم يصدون عنه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال وهم يصدون عن المسجد الحرام، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يتحدون الله عز وجل، فأمطر علينا حجارة من السماء، إن كان هذا القرآن من عندك، تحدون الله، أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف كيف يبلغ الإنسان من الكفر والطغيان، يتحدون الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، ما دام الرسول بين أظهرهم فلن يعذبهم الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فذكر مانعين من العذاب، المانع الأول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، كل نبي إنما يهلك قومه إذا خرج من بينهم، كل نبي من الأنبياء إنما يهلك قومه إذا أخرجه الله من بينهم. وما كان الأمر الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لأن الاستغفار يدفع العذاب، الاستغفار يدفع العذاب. ثم قال جل وعلا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يصدون عن المسجد الحرام، يمنعون الحجاج والمعتمرين وسيطرون على الناس، إنهم يصدون عن المسجد الحرام، صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية. وما كانوا أولياء، هذا محل الشاهد، ما كانوا أولياء المسجد الحرام، ما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه المتقون. هذا فاصل في القضية، أن مجرد دعوى الولاية لا يكفي حتى يقوم الدليل عليها وهو التقوى، فينظر من ادعى الولاية ينظر في عمله، فإن كان عمله صالحا
كان عمله صالحا وكان يتقي ربه عز وجل فهو ولي، وأما إن كان بخلاف ذلك فهو ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. هذا فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إن أولياؤه إلا المتقون. معناه أن هذا حصر للولاية في المتقين، معناه أن غير المتقين ليسوا أولياء لله وإنما هم أولياء الشيطان. نعم. وثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، يعني طائفة من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. الأقارب إذا كانوا على الكفر، أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا على الكفر فليسوا أولياء للرسول صلى الله عليه وسلم، إن أولياء إلا الله وصالح المؤمنين. أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم هم الله جل وعلا، هو وليه وصالح المؤمنين. شوف، صالح المؤمنين هذا هو الولي، صالح المؤمنين. نعم. فدل على أن مجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع، إنما الذي ينفع هو العمل الصالح ولو لم يكن من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار، أبو لهب وأبو طالب وكل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو في النار، وهم أعمامه، هم أعمامه، وبلال وسلمان وصهيب غيرهم، هؤلاء أرقى مماليك وصاروا سادات الأولياء بإيمانهم بالله عز وجل واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا موافق لقوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم. هذا في قصة ما جرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من أنه حصل خصوصا عائشة وحفصة منهن شيء من التأثير على الرسول صلى الله عليه وسلم والمضايقة، يطالبن بأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني عائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر أي تتعاون على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فهؤلاء هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم، الله وملائكته وصالح المؤمنين، هم أولياء الرسول وأحبابه وأنصاره، ومن كان هؤلاء أولياءهم فلن يغلب. نعم. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين. شوف، هذا فيه محل الشاهد: فإن الله هو مولى وصالح المؤمنين، فأولياء الرسول هم صالح المؤمنين وليسوا الأقارب في النسب، ليسوا الأقارب في النسب مع عدم الإيمان. نعم. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. نعم. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم دخولا أوليا، هؤلاء هم سادة أولياء الله، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء بقية العشرة، والصحابة كلهم أولياء الله، لكن بعضهم أفضل من بعض. نعم. وسائر أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم الذين بايعوا تحت الشجرة يوم الحديبية، يوم الحديبية لما حصل من المشركين الصد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الوصول إلى البيت، هاجر التفاوض، ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة، فأشيع أن عثمان قد قتل في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب أصحابه للبيعة على القتال، فبايعوه تحت الشجرة على القتال. نعم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فنالوا هذه الكرامة وهي رضا الله عنهم، وكانوا 1400. نعم.
وسائر أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا 1400 وكلهم في الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لقد رضي الله عنهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار، فهؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة. نعم. ومثل هذا الحديث الآخر: إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أوليائي المتقون وليسوا غير المتقين، فكل تقي فهو ولي لله ورسوله أينما كانوا من الأرض، ولو لم يكونوا في مكة، أينما كانوا من الأرض حيث كانوا. ومن كانوا، ومن كانوا ولو كانوا من الموالي أو من المماليك أو من العرب أو من العجم، من كانوا المتقون، من كانوا هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له سبحانه، فكذلك من المنافقين. نعم. من الكفار من يزعم أنه ولي لله، مثل ما سبق من دعاوى أهل مكة، المشركين من أهل مكة، وأنهم أهل البيت وأنهم أهل الحرم، وأنهم فيستكبرون بذلك على الناس ويظنون أن هذا يكفي عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم أولياء الله لأنهم أولياء بيته، فهم أولياء الله. فالله جل وعلا رد عليهم: إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا موجود في المشركين، وكذلك وجد هذا في المنافقين وفي اليهود والنصارى وغيرهم، ادعاء الولاية وليس لها دليل. نعم. فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام، يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن. ومن من يدعي الولاية 3 طوائف: طائفة الأولى المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، طائفة الثانية الصوفية، غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى الله فليسوا بحاجة إلى الرسول، والرسول لم يبعث إليهم وإنما بعث للعوام وليسوا بحاجة إليه، والطائفة الثالثة اليهود والنصارى الذين آمنوا بالرسول لكن قالوا رسالته للعرب خاصة ولا يدخل فيها اليهود والنصارى. نعم. وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام، يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن. يعترفون بهذا ظاهرا لكنهم في الباطن لا يعترفون برسالته ويكفرون به. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم يعني الشهادة، لأن الشهادة يمين، فقولهم نشهد إنك لرسول الله هذا يمين. اتخذوا أيمانهم جنة، أي سترة يستترون بها عن القتل، أن يفعل بهم ما فعل بالكفار، فهم أظهروا الإسلام سترة لهم. اتخذوا أيمانهم جنة، أي سترة، فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهم يزعمون الإيمان ومعلوم أن المؤمن ولي لله، فهم يدعون الولاية لله عز وجل. نعم. وهم كذبة لأنهم في قلوبهم جاحدون ومنكرون. نعم. ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك. خضعوا له لأن له سلطة، خضعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وتظاهروا بالشهادة له بالرسالة لأن له سلطة ويخافون من سطوته، فهم فعلوا هذا لأجل أن يعيشوا بأمان
لا أنهم فعلوه إيمانا من قلوبهم. نعم. أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى. نعم، من اليهود والنصارى من يشهد أنه رسول الله لكن رسالته إلى الأميين، يعني إلى العرب فقط، إلى العرب فقط ولا تشمل أهل الكتاب. هذه شهادة باطلة، لأنه لا تكون شهادة للرسول بالرسالة إلا إذا كانت إذا كان الاعتراف برسالته إلى الناس عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن قصر رسالته على الأميين يعني العرب، وأن أهل الكتاب لا يدخلون تحت دعوته ولا يعترفون برسالته، فهو كافر، فهو كافر بالله عز وجل. ففي هذا رد على الذين يقولون الآن الأديان الصحيحة ثلاثة، يجب أنها تتحاور وأنها تتقارب وأن كل يصل إلى الله، اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين. هذا والعياذ بالله من أقبح الضلال وأبطل الباطل، لأنهم جعلوا الكفر إيمانا وأنه يوصل إلى الله وأنه يساوي الإسلام، أن اليهودية وأن اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام. نعم. هذا تكذيب لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وتكذيب لقوله تعالى الذي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم. أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه. الصوفية، هذا قول غلاة الصوفية، يعترفون أنه رسول الله إلى الناس لكن خواص الخلق ما يدخلون تحت رسالته. خواص الأولياء من الصوفية هؤلاء وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الرسل، لأنهم عرفوا، يسمونه العارف، عرفوا وصلوا، ما هم بحاجة إلى رسول، الرسول للعوام فقط. نعم. أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه. ولا يحتاجون إليه لأنهم عرفوا الله ووصلوا إلى الله وليسوا بحاجة للرسول يعرفهم بالله. نعم. بل لهم طريق إلى الله من غير جهته، كما كان الخضر مع موسى عليهما السلام. في فرق بين موسى عليه السلام ومحمد. موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل، إلى بني إسرائيل، إلى قومه خاصة. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس عامة، إلى الناس عامة. الخضر عبد من عباد الله آتاه الله علما من لدنه، ولم يدخل في ولم يدخل تحت دعوة موسى عليه السلام. هذا جائز في الأمم السابقة، أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، إلا من وجد في بعد بعثته لا يجوز إلا أن يتبعه عليه الصلاة والسلام. حتى موسى لو وجد وجب عليه أن يتبعه، وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي فرق بين الخبر، بين نبوة رسالة موسى ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الخصائص التي أوتيها رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الرسل قبله يرسلون إلى أممهم خاصة، وأما هو صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس عامة، هذه لم تحصل إلا له صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يسع أحدا، لا يسع أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه، لا يسع أحدا من الخلق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه. فالصوفية من أمة محمد، أمة الدعوة، أمة الدعوة لا أمة الإجابة، يعني الغلاة منهم، وإلا ما هم كل الصوفية، بعضهم عند شطحات لكنه لا يخرج من الإسلام، إنما غلاة الصوفية الذين بلغوا هذه الوقاحة فقالوا لسنا بحاجة إلى الرسل، إنما واصلين إلى الله وعارفين لبلياهم، إنما هم للعوام فقط. نعم.
أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه يأخذون عن الله بلا واسطة. يقولون غلاة الصوفية يقولون نحن نأخذ من الله بلا واسطة، أما المسلمون فيأخذون أو سائر الأمم يأخذون من الله بواسطة الرسل، فنحن لا نحتاج إلى واسطة لأننا وصلنا إلى الله. منهم من يزعم أنه يجلس مع الله ويتفاهم معه ويأخذ منه ويعطيه، شوف الضلال وين يبلغ بالإنسان. نعم. أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة. نعم. أو نعم. أنه مرسل به. نحن أنتم تأخذون دينكم عن الأموات، تأخذون دينكم عن الأموات، وأما نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. أنتم تأخذون دينكم عن الأموات، عن الرواة الذين رووا لكم القرآن والسنة، أما نحن فنأخذ ديننا عن الله مباشرة، عن الحي الذي لا يموت. نعم. أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها. هذا عندهم فرق بين الشريعة والحقيقة. الشريعة الحقيقة لا يعرفها إلا هم، أما الشريعة هذه جاءت لإصلاح الناس وهي أمور ظاهرة لإصلاح الناس فقط، لكن الحقائق لا يعرفها إلا الصوفية، والرسل لا يعرفون الحقائق، لا يعرفون الحقائق، عندهم فرق بين الشريعة والحقيقة. نعم. وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها. أو هذا أشد، هذه طريقة أهل التجهيل الذين يقولون أن الرسل ما عرفوا الحقائق وإنما حدثوا الناس بأشياء غير حقيقية لأجل صالح الناس، كذبوا لأجل المصلحة، أو ما كما ذكر شيخ الإسلام في رسالة التدمرية طريقة أهل التجهيل وأهل التضليل. نعم. قال وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم أعرفوا بها منه أو الصوفية أعرف بالحقائق من الرسل. نعم. أو هم أعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. نعم، يعرفون الحقائق من غير طريقة الرسول، فهم سواء يعرفون الحقائق هم والرسول، لكن هم عرفوها لا عن طريق الرسول، وإما أخذوها من الله مباشرة. إنسان يبلغ بالضلال إلى هالحد ماذا تكون حاله والعياذ بالله. نعم. وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، بعض غلاة الصوفية يقولون أهل الصفة منا، أهل الصفة منا، وسيبين الشيخ من هم أهل الصفة، حتى إن بعضهم يقول أن الصوفية مأخوذة من الصفة، الصوفية مأخوذة من الصفة. نعم. وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا الله ليسوا بحاجة للرسول، ويروون أنه لما جاء إليهم الرسول مرة قالوا اذهب إلى من أرسلت إليهم. نعم. أن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرسل إليهم لأنهم ما يحتاجون، عارفين واصلين إلى الله. نعم. ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الله يوحي إليهم كما يوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال تعالى الصفة بالمدينة بعد الهجرة، وهم يقولون إن هذا كان في مكة وقت ليلة الإسراء، وليلة الإسراء في مكة، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ما قال من المدينة، قبل الهجرة. نعم. وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة. والصفة حقيقتها أنها دار في المسجد، دار في المسجد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى في المدينة، يجتمعون فيها ويبيتون فيها ويتعبدون يطلبون العلم،
ويطعمون من الصدقات، يؤتى إليهم بالصدقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم مما يصل إليه. هؤلاء هم أهل الصفة، نعم، فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى، أو الذين جاءوا من القبائل لأجل طلب العلم، نعم. وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمال مسجده صلى الله عليه وسلم. حجرة يعني، صفة يعني حجرة، نعم. وكانت صفة في شمال مسجده صلى الله عليه وسلم، ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم. فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، نعم، بل كانوا يروح ناس ويجي ناس، أي خاصة بناس معينين، مسكن للوافد والقادم إلى المدينة، يروح ناس ويجي ناس، نعم. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين. نعم، الذين ينزلون في الصفة هم فقراء المهاجرين، ليس لهم مزية على غيرهم من غير أهل الصفة من الصحابة، كلهم سواء في العلم والإيمان، نعم. بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قصة العرانيين، هم من أهل الصفة العرانيين، نعم، يذكرها الشيخ، نعم. بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم، كالعرانيين الذين اجتووا المدينة أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، لأن أبوال الإبل وألبان الإبل فيها علاج للحمى، فيها علاج للحمى بإذن الله، نعم. فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. نعم، لما فعلوا بالراعي هذا الفعل، قتلوه وسمروا أعينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم القصاص، أجرى عليهم القصاص، فعل بهم مثل ما فعل بالراعي، هم قطعوا أطراف الراعي أي يديه ورجليه وسمروا أعينه وقتلوه، النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم القصاص وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، نعم. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل رضي الله عنه عنها، ونزل بها أبو هريرة رضي الله عنه وغيره. ينزل فيها من أفاضل الصحابة، أو أفضل من أفضل الصحابة، كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأبي هريرة وغيرهم من فضلاء الصحابة، إلى أن يستغني عنها ثم ينتقل منها، نعم. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. وعبد الرحمن السلمي من العباد ومن المتصوفة، فجمع تاريخ من نزل الصفة بتراجمهم وأسمائهم وكونه في كتاب، نعم. وأما الأنصار رضي الله عنهم فلم يكونوا من أهل الصفة. الأنصار هم أهل الدار من قبل، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل هم أهل الدار، لهم بيوت ولهم مزارع ولهم، فليسوا بحاجة إلى الصفة. الصفة إنما هي للحاجة فقط، لا من أجل الميزة في الولاية أو كما يزعم هؤلاء، نعم. فقد يكون الذي لم ينزل الصفة أفضل من الذي نزل بها، ليس لها فضيلة ولا ميزة أبدا، نعم. وكذلك أكابر المهاجرين رضي الله عنهم،
أبو بكر وعمر وعثمان ما نزلوا الصفة، وطلحة والزبير ما نزلوا الصفة. نعم. وكذلك أكابر المهاجرين رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة. نعم. فليس من نزل الصفة يكون له مزية، إنما نزلها للحاجة فقط، قدر الحاجة فقط، لا لأن له مزية على غيره من الصحابة. فقد يكون الصحابة من لم ينزلها أفضل، مثل سادات المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، طلحة والزبير وأبي عبيدة بن الجراح، سعيد بن زيد، كذلك الأنصار كلهم ما نزل أحد منهم في الصفة، وهم من أفضل الصحابة بعد المهاجرين. نعم. وقد روي أن بها غلام للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصفة يعني. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة، وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم. السبعة الأقطاب عند الصوفية، هذا واحد من السبعة يعني الأقطاب، لأن الصوفية عندهم أقطاب وأوتاد وما أدري ويش خرابيط. نعم. وهذا الحديث كذب، هذا الحديث كذب، ما قال الرسول من السبعة، ما في سبعة. نعم. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية. أبو نعيم رحمه الله له كتاب اسمه حلية الأولياء، فيه تراجم الأولياء، تراجم الأولياء، وقد يكون فيه شيء من المآخذ مثل ما ذكر هذه الرواية، وهي باطلة وليست صحيحة. نعم. وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية، وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب. هذه من اصطلاحات الصوفية، إلا الأبدال قد جاء فيهم حديث قوي الأبدال، ولكن الأبدال معناه الذي كل ما ذهب واحد يجي بدله واحد، كل ما مات واحد منهم يجي بدله واحد، الله أعلم بصحة هذا، لكنه أحسن ما روي في هذا الباب الأبدال. لكن قال إنهم بالشام، قال إن الأبدال بالشام، وهذا سيناقشه الشيخ. نعم. وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقطاب والأبدال والأوتاد فإنه مكذوب. نعم. ما عدا الأبدال ففيه نظر. نعم. فيه قوة. نعم. نعم. وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد. نعم. فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. نعم. الأبدال فيه قوة، فيه قوة الوارد فيهم. نعم. وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت، منقطع الإسناد يعني فيه سقط. نعم. ومعلوم أن علي رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، لأنه قال الأبدال بالشام، الأبدال بالشام، فمعنى هذا أن أهل الشام هم أفضل من علي وأصحابه، مع أن علي أفضل وهو رابع الخلفاء الراشدين ومن السابقين الأولين من المهاجرين ومن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل، ومن معه من الصحابة أفضل من الذين بالشام، فهذا فيه يدل على أن هذا الحديث فيه نظر كونهم بالشام. نعم. ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفضل من معاوية رضي الله عنه ومن معه بالشام. نعم. فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي رضي الله عنهما. نعم. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
أنه قال تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين فرقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الخوارج وزمن خروجهم أنهم لما رجعوا من صفين كانوا يقاتلون مع علي فلما انتهت المعركة وقبل علي التحكيم قالوا له أنت حكمت الرجال وكفروه، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله وأنت حكمت الرجال، فكفروا علي رضي الله عنه ومن معه وخرجوا عليه، وكانوا 12,000 نزلوا بحرورة من أرض العراق، ولذلك يقال لهم الحرورية. قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان ونصره الله عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أقرب الطائفتين للحق، فهذه شهادة لعلي رضي الله عنه أنه أقرب إلى الحق من أهل الشام، أقرب إلى الحق من أهل الشام لأنه هو الذي قتل الخوارج. نعم. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي رضي الله عنه، فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه. نعم، هذا ما في شك. نعم. وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ كيف يكون الأبدال بالشام يعني يكونون مع معاوية ولا يكونون مع علي، مع أن جيش علي أفضل من جيش معاوية. نعم. وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد قد لسعت هذه العجيبة. نعم، بعض الصوفية يروي هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تواجد الصوفية لما سمع هذه الأبيات. نعم. وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد فقال قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه. تواجد عن الوجد هذه من اصطلاحات الصوفية بحيث أنه يطرب عند سماع المقطعات والأناشيد ثم يزيد عليه الطرب والإعجاب حتى يغيب عن الدنيا ويسقط على الأرض. يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذه الأبيات وهي أبيات عشق وغرام وغزل، كيف الرسول يستمع لها؟ وأشد من هذا كيف أنه تواجد عندها تواجد الصوفية؟ شوف أنهم يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحترمونه، لا يحترمون الرسول صلى الله عليه وسلم وينسبون إليه السفاهة عليه الصلاة والسلام. نعم. فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. هذه القصة كذب اتفاق أهل العلم بالحديث، ولا تليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتواجد ويسمع أبيات العشق والغرام والغزل. نعم، نزهه الله عن ذلك. نعم. وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم مزق ثوبه وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. نعم، لما تواجد مزق ثوبه وتقطع ثوبه، جبريل أخذ منه قطعة وعلقها بالعرش. شوف الكذب والوقاحة كيف تبلغ بهم، ويزعمون أنهم أولياء الله نعم. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم. وعند الصوفية من الوقاحات والعجائب والكذب والمضحكات أشد من هذا. نعم، وهذه سنة الله أن من ترك الحق ابتلي بالباطل. نعم.
وكذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان، وكنت بينهما كالزنجي. يعني ما يفهم كلامه، يتحدثون بكلام ما يعرفه عمر. هذا ممكن، هذا يرطنون رطانه ما يعرفها عمر. نعم. وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. قصد الشيخ من إيراد مثل هذه المضحكات أن يبين مخازيهم ويكشف عوارهم، لأنهم يزعمون أنهم أولياء الله وعندهم مثل هذه الترهات والأباطيل. نعم. والمقصود هنا نعم أن في من يقر برسالة العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك. والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك. هذا هو المقصود، مثل ما بدأ، أن هناك من يتظاهر بتصديق الرسول في الظاهر لكنه يكذبه في الباطن، ومنهم الصوفية والمنافقون. نعم. والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا، وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفر، وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار ويدعون أنهم أولياء الله. لماذا هم منافقون؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعترفون في الظاهر للرسول بالرسالة وفي الباطن يكذبونه. نعم. مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عنادا وإما جهلا، إما عنادا مع المعرفة وإما جهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون العلم ويدعون المعرفة ويسمون العارف بالله وما أشبه ذلك، وأنهم وصلوا إلى الله. كيف يصلون إلى الله وهم على هذا المستوى الهابط من الجهل والحماقة؟ نعم. أسئلة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: الذي ينطق يا صاحب الفضيلة بالشهادتين ويؤمن بهما باطنا لكنه لا يعمل بهما ظاهرا، هل يعتبر من المشركين؟ إذا ترك العمل نهائيا ولم يعمل خيرا قط، تاركا العمل باختياره وقدرته، هذا ليس بمسلم، لأنه لم يعمل بمقتضى الشهادتين. العمل بمقتضى الشهادتين لا بد منه، فهو ترك العمل نهائيا من غير عذر، هذا ليس بمسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يمكن أن يكون من أولياء الله وهو لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطبقها؟ هذا يختلف اختلاف ما ترك من العمل، لأنه قد يكون في الإنسان جانب ولاية لله وجانب عداوة، فالعصاة وأصحاب الكبائر هؤلاء فيهم ولاية لله بالشهادتين والتوحيد وصلاح العقيدة، لكن عندهم عداوة بالمعاصي والكبائر، يجتمع في الإنسان ولاية وعداوة، كما سبق لكم أن هناك من هو ولي لله خالصا، ومنهم من هو عدو لله خالصا، ومنهم من فيه كذا وكذا، فهذا يختلف اختلاف ما يترك من العمل وما يرتكب من المعاصي، كما عرفتم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المعاصي مثل حلق اللحية وإسبال الإزار وغير ذلك، هل يكون كاذبا في دعواه لهذه المحبة؟ هذا عنده نقص، عنده ذنوب دون الكبائر، هذا عنده نقص في دينه، فلا يكون عدوا لله وإنما يكون عاصي عنده معصية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما صحة هذا الخبر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الغارة هو وأبو بكر رضي الله عنه جاء العنكبوت ثم وضع بيته على باب الغار؟ قالوا هذا، وقالوا أن الحمامة فرخت باضت في الباب، الله أعلم، الله أعلم في هذه الأمور، ما ندري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من اكتفى بأداء الفرائض يعد من الذين هم من أولياء الله؟ من اكتفى بأداء الفرائض
كما سبق لكم أن المؤمنين على ثلاث طبقات، منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. فهذا مقتصد الذي اقتصر على أداء الفرائض وترك المحرمات، اقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، هذا مقتصد. نعم، هو أرفع من الظالم لنفسه الذي وقع في شيء من كبائر الذنوب التي دون الشرك، هذا ظالم لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل قولنا أنه ليس لخدمة البيت الحرام والحجاج فضل على الناس، وأنه ليس لهم إلا ما عملهم إلا عملهم، هل هذا القول على إطلاقه؟ نعم، إذا ليفتخر بهذا، هذا لا يجوز الافتخار به والاستكبار به على الناس، إنما مسألة أنهم يخدمون البيت هذا حسب نياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نووا خدمة البيت طاعة الله واغتنام الأجر فلهم نيتهم الصالحة، ولكن لا يفتخرون بهذا، لا يفتخرون بهذا. أما إذا عملوا هذا العمل بدون نية فليس لهم أجر. نعم، إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قوله وصالح المؤمنين، هل يدل ذلك على أن هناك مؤمن غير صالح؟ لا، ما هو مؤمن غير صالح، لكن الصلاح يختلف، صلاح كامل وصلاح متوسط وصلاح دون ذلك، الصلاح يختلف. لكن لا يكون هناك مؤمن غير صالح أصلا، ليس فيه صلاح أصلا، لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما اسم كتاب أبي عبد الرحمن السلمي، وهل تنصحنا بقراءة كتبه؟ والله ما أعرف اسم الكتاب، ولا لكم مصلحة من قراءته. إن كان تقرأون حلية الأولياء لأبي نعيم، لأنها خدمت وخرجت أحاديثها فلا بأس بذلك، كذلك صفة الصفوة لابن الجوزي ومختصرها صفوة الصفوة تراجم الأولياء والصالحين لأجل أن تقتدوا بهم، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الحقائق الباطنية التي تكررت في هذا الكتاب كثيرا؟ الحقائق الباطنية اللي يقولون الشريعة والحقيقة، الشريعة هذه جاء بها الأنبياء، لكن الحقيقة ما جاءوا بها ولا يعرفها إلا الأولياء والصوفية والعارفين بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول شيخ الإسلام رحمه الله: بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان، السؤال: ما هو ضابط هذه المخالفة، وهل يدخل فيها أية مخالفة؟ لا، من خالفه يعني خالفه تماما فهو من أولياء الشيطان، أما من خالفه بعض المخالفة التي لا تصل إلى الكفر والشرك فهذا عنده نقص في الولاية لله عز وجل، عنده نقص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما أفضل الكتب في سير الصحابة وسير السلف الصالح رحمهم الله؟ فيه البداية والنهاية لابن كثير، البداية والنهاية لابن كثير، وفيه تراجم الحفاظ والمحدثين مثل الاعتدال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال، وكلها تراجم، كذلك تاريخ للبخاري والتاريخ للإمام أحمد في تواريخ الرجال وحياة الرواة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى كلمة لعمري في بيته في قول القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع؟ أصل قسم، أصل لعمري اللام لام القسم، لكن تستعمل ألسنة الناس ولا يراد بها القسم، لا يراد بها القسم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الصوفية الذين كانوا بعد عهد الصحابة أي في عهد التابعين، هل عقيدتهم مثل عقيدة الصوفية في الأزمان المتأخرة؟ ما أذكر أنه كان في وقت التابعين صوفية، الصوفية حدثت متأخرة، وهم يتفاوتون، منهم الصوفية بمعنى الزهاد والمجتهدون في العبادة مثل بشر الحافي ومثل الفضيل بن عياض، ومثل هؤلاء عندهم تصوف يعني تنسك واجتهاد في العبادة، لكنهم على السنة، وإن كان إنهم شقوا على أنفسهم بعض الشيء، لكنهم على السنة وعلى الكتاب والسنة.
فأولهم لا بأس به، لكن كل ما تأخر الزمان فإن التصوف يزيد ويصل إلى أن وصل إلى الكفر والإلحاد، مثل ابن عربي والحلاج وابن الفارض وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم بكتاب الدواهي المدهية؟ يقول: ما رأيكم بكتاب الدواهي المدهية؟ هذه أول مرة أسمع الدواهي المدهية، ما أعرفه، ما أدري. نعم. ويسأل سلمك الله يقول: ما رأيكم بكتاب عثمان بن منصور الذي شرح به كتاب التوحيد المسمى بفتح الحميد؟ الله ما قرأته، ما أدري، أنا ما قرأته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يستدل بعض الصوفية على الرقص والتواجد بفعل جعفر رضي الله عنه عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشبهت خلقي وخلقي، فحجل جعفر رضي الله عنه. إيش؟ حجل؟ أي نعم، ما أدري عن حجل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. جعفر ينزه عن هذه الأمور، ما كل ما روي يثبت، ما كل ما روي يثبت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أدرس في إحدى المدارس وأتاني أحد الطلاب يخبرني بأنه في يوم الجمعة الماضية كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما موقفي تجاه هذا الطالب، وبأي توجيه أوجهه، لأن كثيرا من الطلاب عندنا من جنسيات مختلفة وهم متأثرون بهذه البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ولد بلا شك، ولد يوم الاثنين بلا شك عليه الصلاة والسلام، وتوفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. أما يوم 12 من ربيع الأول أو يوم 9 فهذا لا دليل عليه، تحديد الولادة من الأشهر هذا لا دليل عليه، إنما هو ولد يوم الاثنين، لكن في أي يوم من الشهر الله أعلم، وليس لنا مصلحة في ذلك. لو كان لنا مصلحة لبين هذا، فلما لم يكن لنا مصلحة لم يبين لنا. والاحتفال بالمولد بدعة، بدعة ظاهرة ما أنزل الله بها من سلطان، في حد ذاته بدعة، ولكن يحصل فيه من الشرك والكفر والفساد الشيء الكثير، من دعاء الرسول والاستغاثة بالرسول والشكوى، شكوى الحال عليه، أو يزعمون أن الرسول يحضر احتفالهم ولذلك يقومون له يتلقونه ويجلس بينهم كما يزعمون. كل هذه من الترهات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا حضر طالب علم لهذا الدرس ولكن بدون رضا والدته، فقد طلبت منه إيصالها لمكان ما لكنه رفض وحضر لهذا الدرس، فما هو الحكم وما هو التوجيه؟ لا يجوز له ذلك، يؤدي والدته ولو تأخر عن الدرس، لأن رضا الوالدة مقدم، فيؤدي والدته إلى المكان الذي تريده ما لم يكن فيه معصية ولو تأخر عن الدرس. نعم. والحمد لله اليوم الدروس تسجل وتحفظ، فبإمكانه يستمع الشريط إذا فاته الحضور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما أفضل كتاب في أمر الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ ما أرى لك أنك تطالع هالكتاب، ولا أرى لك أنك تسلم ولا تطلع على شيء من هذه الأمور، لئلا يقع في نفسك شيء على الصحابة، أو تخطي أو تصوب بدون دليل، أو يكون عندك حزازة على بعضهم أو بغض لبعضهم. أنا ما أرى لك تقرأ أحاديث، تقرأ كتب الفتن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: امرأة سبت الله سبحانه وتعالى في حالة غضب وهي متزوجة، فماذا يجب عليها لتفعل؟